هاي ملك. هاي شيف، كيفنا اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ بشكر الله. عامل لك حلقه خصوصي لك اليوم. عن جد شو عامل؟ عامل لك، بعرف بتحب رياضه ما رياضه، فعملت لك اليوم وجبات اللي بناخذهم بعد الرياضه، يعني عملنا سبور. شو لازم ناكل بعدين؟ واو، خبريه كثير حلوه، واكيد خبريه حلوه وبشرى ساره لكل المشاهدين اللي بحبوا الرياضه، بيعملوا رياضه كثير ليشوفوا شو بدهم ياكلوا ليحافظوا على جسمهم وعضلاتهم 100%. لانه في على طول في كمان مفهوم خاطئ انه بعد الرياضه لازم ناكل. كمان هذا مفهوم كثير خاطئ، لازم ناكل بعد الرياضه، لانه خلال الرياضه بنخسر كثير من البروتينات بعضلنا، بنخسر كثير من النشويات الموجوده بالعضل، بنخسر كثير من الدهون اللي ممكن تكون منيحه للجسم، فلذلك على طول بتكون وجبتنا بعد الرياضه، بعد الرياضه يعني ناخذها لهدف معين لجسمنا، يعني اذا بدنا نكبر عضلنا لازم ناكل شيء معين، اذا بدنا نحافظ على عضلنا مثل ما هو لازم ناكل شيء معين. فاليوم حنعمل وجبات صحيه اللي هي لبعد يعني هدفها بعد، مش قبل الرياضه، بعد الرياضه، لتعوضنا على الخساره اللي بنخسرها خلال ممارسه الرياضه. اي رياضه بنعملها، ما خص مش بالتحديد اذا عم نعمل كمال اجسام ولا عم نعمل فتنس ولا عم نعمل سايكلينج ولا عم نعمل ركض، في وجبات لازم ناخذها بعد الاكل، لانه التعب اللي بناخده خلال الرياضه بخسرنا كثير اشياء من جسمنا لازم نحن نعوضها. اليوم حنعمل سلطه فيها تونه مع بيض. مثل ما بنعرف البيض فيه بروتين وفات، التونه هي بروتين لانه لحم. مزبوط. ايه، وحنحط معها اكيد شويه الياف لتساعدنا، هيك بنعوض البروتينات والدهون اللي خسرناها في الرياضه. حنعمل سلطه بالعدس مع التفاح والكرز، اخذنا سكريات اللي هي التفاح والكرز اللي هي السكر طبيعي 100%، مع العدس اللي هو بروتين والياف وحديد، كمان عوضنا اشياء. حنعمل كمان اخر شيء، حنعمل ساندويتش باللحمه المفرومه مثل الهامبرجر مع خس مشوي، كمان بتكون فيه بروتين مع خبز بروتين عاملينه، وحنعمل مثل سموذي من الموز والسبانخ اللي بيعطينا كمان طاقه، حنستعمل فيها لوز، حليب اللوز عفوا. اوكي، حنبلش هلا بالسلطه الاولانيه اللي هي التونه. حنحط بيضه على السلق، على طول البيض بس نسلقه، نحط معه ملح مع المي. ليه؟ وبس تغلي المي الا تحافظ على القشره من برا. اوكي، وعلى طول مندهر البيضه لتصير تصير روم تمبرتشر، ما تكون حرارتها كثير عاليه، تنكسر دغري، بتنكسر بارد وسخن حينكسر. مظبوط. بنحطها برا قبل بوقت، بنخليها على مهلها يعني نحطها تبرد تدفى، نحطها بالماء. اوكي، بنفس هالوقت حناخذ بطاطا، يعني عم نحط هلا نشويات بطيئه لانه من البطاطا اللي هي كثير منيحه للعضل، كثير منيحه لتخزن الجسم مشان نستعملها خلال الرياضه، حتى فيول البطاطا، فيول السكر بالاجمال. اي نوع نشويات هن الفيول تبع الجسم، يعني جسمنا ليشتغل مزبوط الفيول تبع الجسم هو السكر، القوه تبع الجسم هي البروتين، والفات هو الدفى اللي بدفي الجسم، فكلهم مهمين للجسم، والا بنخسر اشياء من جسمنا. والاملاح والمعادن هن اللي لنقول اللي بيساعدوا على حمايه الجسم. بس اهم شيء اللي الناس على طول بتفكر انه ما لازم ياكل سكر بعد الغداء، السكر هي اللي بتخلي البروتين يمشي بالجسم ليعوضه، يعني كمان مش انه لازم نقطع نشويات. ف مظبوط شيف، لانه مفهوم غلط عند كثير من الناس اللي بيعملوا رياضه بيمارسوا رياضه انه بيقطعوا نهائيا الكاربز النشويات، بس بيتجهوا صوب البروتين والخضار 100%. هذا الشيء جدا غلط، لانه نحن بناخذ طاقتنا من السكريات والنشويات الموجوده بالاشياء الطبيعيه، طبعا ما عم نقول ناخذ مثلا بيتزا ونروح نعمل رياضه. لا اكيد اكيد لا.